عليكم احبائي في كل مكان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا رب العالمين. كما تشوفوا فيديو جديد، تحليه جديده بذوق مختلف. جدرنا لكم تحليه بالموز بالفراوله، اليوم راح ندير لكم تحليه بالذوق الشوكولاته. عشاق الشوكولاته ان شاء الله تعجبهم هذه الوصفه السهله المهله بمكونات اقتصادية وموجودة في كل منزل. ما نطولش عليكم، خليكم على المقادير. نحتاج في الوصفة إلى لتر من الحليب، نقص منه قدر كيس يعني 200 ميلي. نقدر نقص منه باش نديروه بعد للتزيين النهائي، نبلو به البسكوي تاعنا وفي نفس الوقت نديرو لك غبرة الشانتي. نحتاج الى نصف ملعقه من الكاكاو البني او الاسود الموجود عندكم في المنزل، ملعقتين من النشا او المايزينا، ملعقتين كبيرتين من السكر. انا الموجود عندي هو السكر البني مكعبات عادي جدا راح يندوبوا في الحليب. نحتاج الى علبه شوكولاته النوعيه اللي تحبوها وتفضلوها طبعا. نحتاج الى البسكوي هذا النوع كما تشوفوا بيمو عادي جدا بدون اي حشوه. نلحيوه في الربوب هذه الطريقه، نخليوه هكذا شويه شويه واقف هكذا باش يجي مقرمش في التحليه تاعنا. نبداو الطريقه على بركه الله. نجيبوا الحليب تاعنا نحطوا فيه المايزينا تاعنا، اول حاجه جوز ملاعق، نزيد نذكركم حبيباتي، نصف ملعقه من الكاكاو. نخلط جيدا المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس. زيد لها الحبه تاع السكر تاعي او ما يعادل ملعقتين من السكر حبيبات. نحرك جيدا حتى يذوب هذاك السكر ونحطها على النار. نحركوا على النار حتى يتعقد لنا شويه هذاك الخليط نتاعنا يولي ثقيل. نحاول اننا نتخلص من جميع التكتلات الموجوده مع التحريك المستمر. دي بعد ما طيبنا هذاك الخليط تاعنا، هذا هو القوام نتاعو، نجيبوا الشوكولاته نتاعنا نحطوها في هذا الوقت وهي ساخنه ماهيش على النار، راح تذوب غير بالسخانه نتاعو. نحركوا مليح الشوكولاتة مع الخليط يجي رائع بذوق البندق، اي ذوق تاع الشوكولاتة اللي تفضلوه نتوما. كيما قلت لكم فيها الحبيبات او بدون حبيبات، مكسرات او بدون مكسرات. نخليوها تذوب مليح ونروحوا للواحد تاعنا، نبداو نبلو فيهم. حطينا البسكوي اول حاجه، نحطوا البسكوي، نجيبوا الحليب نتاعنا اللي خليناه هذاك الكاس، راح نبل شويه هذاك البسكوي تاعنا باش كي نصب عليه التحليه مش راح يطلع الفوق، يبقى كقاعده من التحت. ملعقتين فقط في كل كوب، صدقوني انها تحليه رائعه يحبوها الاطفال بزاف كما تعرفوا الاطفال يحبوا الشوكولاته. راح نحركو قليلا هكذا كما تلاحظوا الملعقتين راهي كافيه انها خلي البسكوي تاعنا يبقى شاد روحو من تحت. نديرو التحليه تاعنا الشوكولاته فوق البسكوي،
هاي التحليه تاعنا حبيباتي بعد ما وجدناها في الليفيغين، هاي بطبقتين. تبقى التزيين النهائي، نخليوها تبرد شويه ومن بعد نديروا لها لا كريم شونتيم. نرجعوا للتحليه تاعنا حبيباتي بعد ما بردت، راح نزينوها، راح نديروا طبقه ثالثه من الكاوكاو بعد ما حمصناه ورحيناه بهذه الطريقه. نديروا طبقه تاعنا، يجي رائع بما ان الشوكولاته بالمكسرات. راح نزيدو نتوما والاختيار تاعكم، انا درت الكاوكاو وانتوما تحبوا ديرونا واحده اخرى المكسرات، يجي رائع ايضا. درت لكريم شانتي تاعنا حبيباتي وجدتو في الكيس الحلواني كما تعرفوا، كأس بغبرة شانتي بكأس إلا شوية تاع الحليب، يعني ديما الحليب أقل شوي من البودرة شانتي باش يجي حاكم روحو. بعد ما درنا الطبقة الثالثة بهذا الشكل كما تشوفوا، ولت لنا اربع طبقات. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصلنا حبيباتي مع نهايه الفيديو، التحليه تاعنا بذوق الشوكولاته. ان شاء الله اني لبيت جميع الاذواق في هذا رمضان، ان شاء الله اللي يعجبوا ذوق الشوكولاته، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وبقالي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، صحة سحوركم، مع السلامه.